ليا حمزة ترد بغضب على انتشار صور مخلة لها ونسبها لها. نعم مثل ما سمعتوا، فانصدمت اليوتيوبر ليا حمزة من انتشار صور مخلة لفتاة تشبهها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونسبها البعض لها، لترد ليا من خلال مجموعة من الستوريات بغضب شديد وتؤكد أنها مو هي الفتاة اللي ظهرت بتلك الصور، وتعاتب كل شخص قام بنشر تلك الصور ونسبها لها. وعلقت ليا بي: ما بدي أحكي بالموضوع كتير لأنه ما بيليق بتربيتي أو بأخلاقي، والكلام موجه لكل حدا عم ينشر صورة مش لإلي وما بتليق أصلا فيني ولا بتمثلني، مش إذا وحدة بتشبهني واضحة مش أنا تنشروا أخبار كاذبة وتحكوا بعرضي وشرفي، عيب كتير عيب. فتواصل بفيديو تعرض فيه وشمها لتبين أنها مو هي البنت اللي كانت بالصور. ما عندي شيء أقوله لكل حدا عم ينشر الصورة ويقول هيدي ليا حمزة، بس يكون عندها هاي ويكون عندها هاي التاتو تمام، وهولي معمولين من 4 سنين، ساعتها تعوا شبهوني فيها وأحكوا بعرضي وشرفي. بس تعرفوا أن الدنيا دوارة، شو ما بتحكوا عارض حدا حتطلع يا بأختكن يا بأمكن. وهذا جاء من بعد جدل اتخاذ ليا لقرار خلع الحجاب قبل فترة قصيرة، واللي تلاه هجوم كبير وشنيع على قرارها من طرف متابعينها آنذاك. فشو رأيكم أنتو؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر جرس التنبيهات ليوصلكم كل جديد من عالم اليوتيوب. مع جوك تي في، كن دائما الأقرب.